سليمان البلوي، أعمل كشف في شركة كولدن سكاي. تعددت برامج التأهيل والتوظيف مع الاستثمارات المرتفعة في قطاع الضيافة، ولكن كنت أبحث عن فرصة مناسبة لدعم هوايتي في الطهي. أبحث عن تطوير مهاراتي في فنون الطهي وفقاً لأعلى المعايير الدولية والصحية. وفر المعهد العالي للسياحة والضيافة التميز في التدريب والتعليم في بيئة من الاحترافية والاحترام، وأصبحت الآن طاهي في شركة كولدن سكاي بعد إتمامي دورة مكثفة بإنتاج الطعام بنجاح.